المنتخب الثاني معانا في المجموعه منتخب غينيا، بيدربوا من البلجيكي. احنا شفناها لسه اول امبارح كانوا بيلعبوا منتخب مصر وكلنا اتفرجنا عليهم، بيدربوا من البلجيكي بول بوت، عنده 63 سنه. يمكن انجازاتهم، ابرز انجازاتهم 12 مشاركه في كاس الامم الافريقيه، دي قدامنا ارقامه على الشاشه. 63 سنه لعبوا لسه ماسكهم من قريب 5 مباريات بس، كسبوا 2 وتعادلوا 3. دي طبعا كان قبل مباراه منتخب مصر او المباراه الرسميه بصفه عامه، مسكهم في 5 مباريات كسبوا 2 اتعادلوا 3 وما خسروش ولا مباراه، احرزوا 5 اهداف دخلت شباكهم هدفين بس، شباك نظيفه 3 مباريات. ده بول بوت مدير الفني المنتخب غينيا. طيب نشوف تشكيلهم، يا ترى التشكيل المتوقع ايه او ابرز اللعيبه في منتخب غينيا؟ بيلعبوا بيه ال 4-3-2-1، عشان كده لو بصينا على اللي هم ما بيخسروش كتير، عندهم ستاره دفاعيه كويسه في وسط الملعب بثلاثة ارتكاز. الحارس علي كيتا بيلعب في الدوري السويدي، المدافع سيكا بيلعب في نانسي الفرنسي، ابراهيما سيسيه بيلعب في فولهام، سيلا اللي هو الباك الشمال بيلعب في تولوز الفرنسي، ديوارا لاعبي الارتكاز بيلعب في نابولي الايطالي، عثماني بيلعب في الدوري الفرنسي، رقم الاثنين الارتكاز المساندين كامارا بيلعب في اولمبياكوس اليوناني، واللي جنبه كلنا طبعا عارفينه نابي كيتا نجم ليفربول الانجليزي. ادامه اللي هو تراوري، ابراهيم تراوري بيلعب في الدوري الالماني في مونشن خلاد باخ، وكامانو ده اهم لعيب في الفرقه من وجهه نظري بعد نابي كيتا، نتفرج عليه لعيب مهم قوي قوي قوي، رقم 10 كمانو، رقم 10 بيلعب في بوردو الفرنسي، جايب اهو على طول ابرز اللاعبين مين، هنبص نلاقي كامانو اللي هو الجناح والمهاجم، كامانو بيلعب في بوردو الفرنسي جناح ايسر قدامنا على الشاشه، لعب كام مباراه في الدوري الفرنسي؟ 37 هدف، مسجل 10 اهداف في الدوري الفرنسي وعنده اسيست. طب مع منتخب غينيا مشارك في كام هدف؟ صانع هدفين واحرز هدف، يعني مساهم في 3 اهداف في التصفيات مع منتخب غينيا. لكن كانتي اللي هو المهاجم بيلعب في الدوري، بيلعب في اسبانيا، عدد مشاركاته 14 مشاركه، مسجل 3 اهداف وصانع هدفين. في التصفيات احرز هدف وصنع هدف، يعني مساهم في كام؟ مساهم في هدفين. ده يمكن ابرز لاعبي منتخب غينيا الجناح الشمال، ونركز معاه اللي هو كامانو، يمكن معانا ليه بعض اللقطات هنشوف ايه قدامنا. ده كامانو اللي قدامنا على الشاشه بيلعب في بوردو الفرنسي اهو، لعيب نركز معاه برضو من اللعيبه المهمه جدا 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 في منتخب غينيا، يمكن اهم كمان من نابي كيتا او تاني اهم لعيب بعد نابي كيتا. قدامنا على الشاشه اهو لعيب جناح بيلعب في بوردو الفرنسي، عنده 23 سنه، 23 سنه بس، زي ما قلنا هنرو ينكورو في منتخب نيجيريا، ده برضو اللي هو كامانو ده بيلعب في منتخب غينيا اللي قدامنا على الشاشه وبيلعب في بوردو الفرنسي، ومسجل كام هدف؟ مسجل 10 اهداف الموسم ده. ده يمكن ابرز نجمين في منتخب او ثلاثه في منتخب غينيا، كامانو، نابي كيتا، والمهاجم كانتي. قدامنا على الشاشه زي ما احنا شايفين دايما بيخش للعمق وبيسدد، ولاعيب مهاري وبيفوت في واحد على واحد بشكل مميز، بيتسبب في ضربات جزاء بمهارته بالحل الفردي، لعيب مميز قوي كمان بيسدد ضربات الجزاء، لعيب عنده شخصيه، لا لعيب هيصنع الفارق مع منتخب غينيا بكل التاكيد. يعني لعيب كامارا ده لعيب يخوف برضو. معانا يعني اللقطات الثانيه اللي معانا ليه نابي كيتا اهو اللي قدامنا على الشاشه، كلنا عارفينه نابي كيتا، يعني نابي كيتا كلنا عارفينه نجم ليفربول الانجليزي. ده نابي كيتا اللي قدامنا على الشاشه كلنا طبعا بالتاكيد عارفينه بيلعب في ليفربول الانجليزي، ويورجن كلوب بيستخدمه كارتكاز ثالث دايما. ده اللي قدامنا على الشاشه اللي هو رقم 15، يمكن دول ابرز اثنين لعيبه. هنشوف بقى دلوقتي ازاي هم سجلوا الاهداف، ازاي منتخب ده اللي قدامنا على الشاشه ده نابي كيتا اللي هو يعتبر نابي كيتا اغلى لاعب في القيمه التسويقيه في منتخب غينيا، لعيب ليفربول قيمته كام؟ 54 مليون يورو، 54 مليون يورو القيمه التسويقيه لمنتخب غينيا كلهم على بعض 108 مليون يورو. اللي قدامنا على الشاشه ده نابي كيتا، هنبص ازاي بقى هم نقاط قوتهم، ازاي بيسجل الاهداف منتخب غينيا. منتخب غينيا في نفس الوقت الجبهه اليسرى، نركز في منتخب غينيا في الجبهه اليسرى، الجبهه اليسرى في نفس الوقت نقطه قوتهم عشان فيها كامانو، وفي نفس الوقت نقطه ضعفهم. فلما نشوف ازاي هم سجلوا الاهداف وازاي استقبلوا الاهداف، سجلوا الاهداف كرات عرضيه من الجبهه اليسرى 2 و2 تسديدات و1 ضربه جزاء، اذا نقطه القوه كامانو اللي هو الجناح الايسر، ونابي كيتا برضو بيميل عليه بيرحل عليه، اذا الجبهه اليسرى قويه جدا في منتخب غينيا. لكن ازاي استقبلوا الاهداف؟ كرات عرضيه برضو من الجبهه اليسرى. اذا ملخص منتخب غينيا، نقطة القوة
الجبهه اليسرى اللي فيها كمان وفيها نبي كيتا. نقطه الضعف هي الجبهه اليسرى. لو شفنا ازاي هم استقبلوا الاهداف بعض الحالات الفنيه اللي معانا هنلاقي ان هم عندهم مشكله في الجبهه اليسرى في التمركز في الكرات العرضيه. ده يمكن نقاط قوه منتخب غينيا. زي ما قلتوا لحضراتكم نبي كيتا، قلنا كامانو، قلنا المهاجم، دول ابرز ثلاث لاعبين. منتخب مميز جدا بالستاره الدفاعيه بالثلاثه الارتكاز في وسط الملعب، ومعانا كمان الحالات الفنيه اللي هنشوفها دلوقتي اهو، دي اللي قدامنا على الشاشه، ده هدف في شباك منتخب غينيا من كره عرضيه، ادي الكره اتلعبت عرضيه من الجبهه الايه؟ اليسرى اللي احنا قلنا ايه؟ قلنا في نفس الوقت نقطه قوتهم وفي نفس الوقت ايه؟ نقطه ضعفهم اللي هي الجبهه اليسرى لمنتخب غينيا، اللي عليها الدايره اتلعبت عرضيه وجون. ده يمكن كان منتخب غينيا اتكلمنا عنه في نقاط قوته ونقاط ضعفه بصوره مختصره. ودلوقتي هنروح للمنتخب الثالث معانا في المجموعه وهو منتخب مدغشقر.